ولا غني قوي، في المتوسط تطلع كام؟ واضربها بقى في عدد الناس اللي عندك، ان كنتوا خمسه يبقى اضرب في خمسه، ان كان 10 اضرب في 10، وطلع ده اطعام للفقراء والمساكين قبل ليله الايه؟ قبل الاذان، قبل صلاه العيد. يبقى السبب ده اساسي في معرفه الحب. لو اتفضل. يعني ده كله على حسب برضه، يعني يحسب نفسه ال 30 يوم فطار وسحور، 30 يوم فطار وسحور هيجيبوا الملكات؟ لا 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 ولا هو لا، بندور على متوسط حالته الماليه وقدراته في الاكل والشرب، فطور وسحور في رمضان. يسوى كام؟ هو ده قيمه الزكاه عن كل فرد من افراد الاسره اللي هو بيصرف عليها. خلاص؟ خد بالك، مش بعدد رمضان 30 يوم فطار وسحور، لا، ده بعدد الافراد كم فرد ربنا انعم عليه وحضر معاه وفرق معاه في رمضان وفطر وصام، يبقى كم فرد بيصرف عليهم؟ يبقى تطلع زكاه بتاعت رمضان الفطر، ان ربنا فطركم، يبقى تطلع الزكاه من ما يوازي متوسط فطرك انت طوال شهر رمضان، لا غني قوي ولا فقير، فطرت بكام؟ سحرت بكام؟ يبقى اضرب في عدد الافراد اللي عندك طلعهم للفقراء والمساكين. ولو كان عندك اكتر، لو كان بيتلقى الزكاه وعنده اكتر من قوت يومه ليله العيد، لو عنده معاه زكاه وداله زكاه وده التاني داله زكاه والتالت داله زكاه وهو يتيم او فقير او مسكين، لكن عنده اكتر من قوت يومه ليله العيد، عنده اكل يكفيه بكره وزياده كمان، يجب عليه ايضا ان يخرج الزكاه. لان الاسلام بيعلم الفقير ان يكون غنيا، دعوه الاسلام الى الكلمه العليا واليد العليا، وهذا ما ينبغي ان ننبه المسلمين اليه. طيب الشرط، عرفنا السبب، طب ما هو الشرط، ايه هو الشرط بقى يا سيدي؟ الشرط ما يتوقف عليه وجود الحكم، الحكم متوقف على وجود شرط، اذا حصل كذا يبقى فيه كذا، يبقى شيء لازم لوجود الحكم، يبقى ده الشرط، يبقى عرفنا في سبب وفي حاجه اسمها شرط. طيب لما اجي اقول انا عايز الوقت الصلاه خلاص او جه، يبقى اصبح شرط للصلاه ايه؟ الوضوء. يبقى الوضوء شرط، خلاص، مش سبب للصلاه، خلاص. يعني ممكن اتوضا لكن ما اصليش، واقعد استنى لما يجي عند الصلاه، مش كده؟ انا مش اخرج من البيت متوضي، ده سلاح المؤمن دايما، ما ربنا يبارك له في يومه وعمله. فالشرط هنا كل ما عايز اصلي شرط رئيسي قبل ما تصلي يتوضا. اذا ما كنتش متوضي او اذا كنت احدثت ودخلت جوه الميه، يبقى لابد ان تتوضا قبل ان تصلي. يبقى الشرط هنا للصلاه يسبقها شرط، وهو ايه؟ الوضوء. خلاص؟ يبقى عندي الشرط دوت عشان صحه العمل، يبقى لابد ان انا ايه؟ ادور على الشرط. خلاص؟ الشرط والسبب قريبين من بعض، وانا مش هتكلم في التفصيل في المساله ديت، لان في اختلاف بين الشرط وبين السبب، وموضوع يطول فيه الشرح. المانع بقى في اي حكم فاسأله لازم اشوف بقى الاول، تعالى بنشوف اللي احنا بنحكم عليه ده ان هو قتل او زنى او سرق او الى اخره او شرب خمر، لازم قبل ما نحكم عليه برضه نعرف هل يا ترى كان في مانع عنده من الموانع ولا ما فيش، لان قد يكون وقع في هذا الخطأ، وقع في هذا الجرم يعني من اراده حره واختيار كامل، يبقى في مانع. لما اقول مثلا في واحد راح ماسك واحد كدوت وراح حط المسدس على راسه وقال له ما شربتش الخمره دي هموتك، فمش يبقى خف ده، مش هشرب الخمره عشان مين؟ لا عشان فما جيش اروح لقط ولا تعالى انت خمرجي تعالى، ما لا ما اشوف الاول، هل في مانع؟ في حاجه منعته ان هو يخالف شرع ربنا؟ في حاجه في مانع اهو، يبقى كان في مكان مهددا، اصبح في مانع اهو، مانع منعه من ان هو يكون يشرب الحلال ويمتنع عن الحرام، يبقى لازم يراعي الموانع دي والظروف دي، المكره زي حاله المكره او الناسي او الجاهل الذي لم يصله العلم ولم يتعلم ولم يسمع من علماء حواليه، ما عندوش علماء حواليه، بقت مسؤوليه العلماء اللي حواليه ما وصلوش له الايه؟ الحكم. يبقى لابد هنا ان انا اعرف المانع علشان برضه ايه؟ احدد الحكم بدقه على الاخرين. كذلك ايضا، النبي مثلا
في القصاص، الني في القصاص مثلا لابد من الردع والزجر في القصاص. طب افرض واحد اصلا ما عندوش نيه القتل اساسا، لم يكن لديه القصد ولا الاراده انه يقتل، لكن حدث امر قدري وخبط واحد مات بدون قصد ولا يقصد القتل، يبقى الحال يهم بقى اسم القتل ايه؟ خطأ. يبقى لازم اعرف برضو هنا ان في مانع من الموانع ان لم يكن قاتلا يقصد بذلك القتل، لكن في نفس واحد اهي، يبقى هنا ممكن الدية هنا تتحط هنا هو وتعوض ونصلح بين الاثنين وخلصت المشكلة. خلاص؟ مش لازم اروح قطع رقبته بقى، يبقى في عندي قواعد لازم بدرس بيها الاحكام قبل ما ايه؟ اديها. كذلك ايضا يجي واحد مثلا الولد جاي بطلب بالميراث بتاع ابوه، خد بالك، لكن ثبت ان الولد هو اللي موت ابوه او البنت هي اللي موتت امها. خلاص؟ يجي هنا يورثهم ولا في مانع ان مش هيورثهم؟ طب حرام عليكم يا ناس ادوا حقها، حرام عليكم يا ناس ادوا حقه من الميراث بتاع ابوه. يقول انت ما تعرفش، لان ده كان قاتل ابيه او قاتله امه، يبقى ليس لها حق في الميراث، ليس لها حق في الميراث، يبقى اصبح في مانع هنا. هذا المانع حجب عنه الحكم الاصلي اللي هو كان المفروض ان هو ايه؟ يرث بيه. يبقى لازم اعرف المانع برضه في المسائل علشان اقدر اوصل للحكم الشرعي في المساله، وبناء على ذلك تكون الصحه ويكون الايه؟ البطلان. طيب ده بالنسبه لعلم اصول الفقه بالنسبه لنا في الجزء الاولاني، يا سنه ثانيه وثالثه ورابعه. نعم الوجيز في اصول الفقه هو الكتاب الموجود، والكتاب بتاع الشيخ سيدنا الشيخ العكازي موجود في هذا الموضوع. طيب كان مفترض ان انا اديكم النهارده محاضره في احكام الزواج والطلاق واحكام الاسره وما يترتب عليها والمؤامرات التي تحاك لتغيير قوانين الاحكام الاسره والاحوال الشخصيه، والتي حاولنا نضيعوا بها الاحكام الشرعيه، ولابد ان احنا نكون منتبهين اليها وحريصين على الحفاظ على البيوت المسلمه. لكن بالنسبه لسنه ثانيه لو قعدتوا هكمل معاكم، ما قعدتوش هشتغل مع سنه رابعه معانا دلوقتي عشان في يعني مسالتين او ناخد مساله او كفايه النهارده لسنه رابعه، وهي مساله احكام الفقه الاسلامي المقرره مع مراجعه بسيطه وطفيفه للجزء اللي احنا درسناه في علم العقيده بالنسبه للفرقه الرابعه. خلاص؟ لو قعدتوا معايا انا اكمل معاكم ان شاء الله. ماشي. خلاص ده كل اللي احنا درسناه النهارده. في الراجل بتاع السندوتشات ورا ده. خلاص. خليني بس عشان اشوف بس المنهج معانا الفرقه، معانا الفرقه الثالثه في المعهد في دراسه العلوم الاسلاميه معانا. الراجل بتاع السندوتشات ورا ده. خلاص. خليني بس عشان اشوف بس المنهج معانا الفرقه، معانا الفرقه الثالثه في المعهد في دراسه العلوم الاسلاميه معانا، وفي دراسة العلوم الإسلامية معانا في الفرقة الثالثة لابد من دراسة أولا علم العقيدة المقرر علينا في الفرقة الثالثة. حضرات معانا في الفرقة الثالثة دراسة موضوع جديد ومهم، هو جديد بالنسبة لبتوع العصر اللي احنا فيه ده النهارده، لكن قديم كان موجود زمان عند علمائنا وأساتذتنا ومشايخنا من أول الصحابة وانت جاي، كان موجود هذا الموضوع، وهو موضوع العقيدة. هذا الموضوع وإزاي التربية على العقيدة من خلال معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، من خلال معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته الإيه؟ العلى. موضوع العقيدة من خلال معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هذا الموضوع حقيقة موجود في التربية الإسلامية الأولى تحت بند علم التزكية. مش ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هنا يزكيهم يعني يبقى ها يزكيهم يعني